السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم شباب الصف الأول الثانوي First Secondary Grade، مكملين إن شاء الله مع بعض فيديوهات شرح مادة الفيزيكس. كنا وقفنا في السيشن اللي فات عند الفيكتورز وخدنا الفيكتور أديشنز وخدنا كمان الفيكتور ريزوليوشن، كان بقينا اللي هو الفيكتور برودكت. طيب أول حاجة هرجع لكم على اللي احنا خدناه السيشن اللي فات. وشباب الجزئيه دي مهمه جدا جدا جدا، دي حاجات امتحانات وملخص لكم الموضوع فيه بكل سهوله. طيب بالنسبه للفيكتورز اديشن او حتى سبتراكشن، طبعا اديشن يعني بعمل لهم بلس او سبتراكشن لو هو كان هما ايه ان ديفرنت دايركشنز. لو الانجل بتوين ذيم ايكوال زيرو بيكون التو فيكتورز ان ذا سيم دايركشن بالشكل ده او حتى بالشكل ده، يعني هما يكونوا ايه في نفس الاتجاه، ومش لازم كده او كده، بس ممكن يكونوا الاثنين مع بعض كده اللي فوق او الاثنين اللي تحت او كده او كده، لازم يكونوا ايه ان ذا سيم دايركشن وخلاص. يبقى الانجل كام؟ الانجل زيرو. في الحاله ديت اللي هي ريزلتنت فيكتور اللي هو سي ايكوال اي بلس بي. طيب لو الانجل بتوين ذيم ايكوال 180، يعني هما كانوا الاثنين ان ديفرنت دايركشنز، يعني واحد كده في اتجاه والتاني في اتجاه عكسه بالظبط، او كده يعني بالشكل ده او ده، يعني انتم ملاحظين يا شباب الاسهم ده ماشي كده وده ماشي كده، يعني واحد بيشد في اتجاه والتاني بيشد في اتجاه عكسه. طب وهنا برضو ايه متقابلين، هنا برضو نفس الفكرة، ما تقولش الانجل هنا زيرو، لا هنا الانجل كام؟ 180. برضو الكلام ده شغل مهم. طيب ماشي، بنعمل ايه يا مستر؟ الكبير ماينس الصغير، اكيد في ريزلتنت فيكتور، في يعني فيكتور محصل بيكون في اتجاه او تأثيره في اتجاه الايه الاكبر. يبقى هنا resultant vector c equal a minus b لو كان ال a هو الاكبر. طبعا لو كان b هو الاكبر هنقول a b minus a. انا هنا يا شباب فارض ان ال a في الحته دي كده في الجزئيه ديت ال a هو ايه greater than b كقيمه في الفيكتور. طيب لو كان الانجل بتوين ذيم كام؟ 90 بالشكل ده، ده فيكتور a ودوت ايه فيكتور b، ما بينهم انجل هنا اللي هي ايه 90. طبعا الريزلتنت فيكتور هو اصلا الفكره بتاعتها طالما الاثنين بادئين ان ذا سيم بوينت بنفس النقطه بنرسم باراليلوجرام، يعني احنا لو رسمنا ده كده بارل تو فيكتور a وده كده ايه بارل تو فيكتور b، يبقى بيكون الريزلتنت فيكتور بيكون بالشكل ده، يعني هو اللي بيقفل الباراليلوجرام. طيب وقيمته ايه؟ جيبوا قيمته زي ديت كقيمه، يعني طبعا ايكوال ايه دوت مش دايركشن يا شباب، دوت ايه كقيمه، يعني ايه باور 2 بلس ايه بي باور 2. الدايركشن بجيبها عن طريق الثيتا، يعني ايه هي الثيتا الانجل بتوين ريزلتنت فيكتور اند ذا هوريزونتال فيكتور، يعني بين السي والاي والاي، دي الثيتا دوت الدايركشن الاتجاه بتاعها. طب بنجيبها ازاي؟ اكيد التان ثيتا عباره عن ايه اوبوزيت اوفر ايه ادجيسنت. طب الاوبوزيت اللي هو بي اللي هو ده، ما هو طول ده بالظبط كده اهو، يبقى دوت برضو فيكتور بي ودوت ايه فيكتور اي. طب تمام، لو كانت بقى الانجل بتوين ذيم ما هياش زيرو ولا 90 ولا 180، وبيكون الاثنين بادئين من ذا سيم بوينت، برضه بنكملها باراليلوجرام ولازم يطلع في الاتجاه اللي هو بيقفل لي الباراليلوجرام. طب قيمه هنا سي كريزلتنت فيكتور بنجيبها ازاي؟ a باور 2 بلس b باور 2 بلس 2ab كوزاين الانجل ما بينهم. خلي بالك الانجل ما بين التو فيكتورز اللي انا بجيب الايه الريزلتنت فيكتور ليهم اللي هم الايه والبي، دي كلها كده، ده اسمه يا شباب اسمه المتجه المحصل ليهم الاثنين. طيب يعني ايه؟ اكن في قوه بتسحب كده وقوه بتسحب كده، في النهايه الجسم اللي واقف هنا ده لا بيتحرك كده ولا بيتحرك كده، بيتحرك ايه في الاتجاه دوت اللي هو الاتجاه المحصل بين الاثنين. طيب بيتحرك بالشكل ده، طب هو بيصنع هنا انجل مع الفيكتور ايه وبيصنع انجل مع فيكتور بي، بنسميها ديت مثلا لو ديت الفا 1 دي يكون ديت ايه الفا 2، انطق صح. طب عشان نجيب قيمه الانجلز ديت، في قلت لك قوانين مهمه جدا في الجزئيه ديت، والقوانين ديت شباب انا جايبها لكم ديت خاصه بالماثيماتكس بس بنشتغل بيها في الفيزيكس في الجزئيه ديت عشان تسهل علينا الايه الحل، واللي مش عارف يشتغل بيها عادي هقول لك ازاي تشتغل برضو زي كتاب المدرسه مقايل وكتاب المعاصر قايل، الدنيا سهله. بيكون سي قيمته يعني قيمه سي ديت الماجنتيود اوف سي اوفر ساين ثيتا، طبعا ثيتا الانجل الكبيره دي كلها اللي هي من اول فيكتور بي لحد فيكتور ايه، ايكوال ايه
طبعا للماجنتيود اوف فيكتور ايه اوفر ساين الفا 1، وخلي بالك ساين الفا 1 مش اللازقه فيها، لا ده هي الايه اللازقه بين الريزلتنت والفيكتور بي. ايكوال برضو بي اوفر ساين الفا 2، طبعا بي اهوت والالفا 2 يا شباب مش الالفا اللي هي لازقه فيها، لا اللي هي ايه بعيد عنها، اللي هي بين ايه بقى؟ بين الريزلتنت فيكتور وفيكتور ايه. وطبعا لو بدلت لو ديت بي وديت ايه، اهم حاجه تعرف ايه؟ ان الالفا ديت يا شباب الالفا ديت مش اللازقه في ايه، مش اللي بين الفيكتور ايه والريزلتنت، لا بيكون اللي بين الايه الريزلتنت والفيكتور الثاني. طيب لو كانوا هما الاثنين ما لهمش نفس البدايه، يعني كان طبعا نهايه الاول هو بدايه الثاني، طبعا عندي فيكتور بي اهوت بادي من النقطه ديت ومنتهي عند النقطه ديت، ام الفيكتور ايه ابتدى من عند نهايه الاولاني وماشي كده ووقف هنا كده، يبقى دلوقتي الريزلتنت فيكتور فين؟ بنقفل الترينجل بس لازم اتجاهه يكون منين؟ من بدايه الاول لنهايه الثاني، يكون اتجاهه كده، ما ينفعش يكون كده. وطبعا بي ايكوال ايه؟ بي بلس ايه بالشكل ده، او هنقول ايه بلس بي لان طبعا ديت ايه؟ ديت الترنيتيف. طيب نيجي للفيكتور ريزوليوشن، لو كان عندي فيكتور بالشكل ده بنحلله تو كومبوننتس اللي هي ايه؟ اكس اكسس كومبوننت وايه واي اكسس كومبوننت، او اسمها هوريزونتال كومبوننت وايه وفيرتيكال كومبوننت. الهوريزونتال كومبوننت بنسميها ايه اف اكس، يعني هي المركبه اللي في اتجاه ايه اكس اكسس، وهي ايكوال ايه ايكوال اف ديت طبعا كوزين الانجل اللي بينها وبين الاف اكس. طب والاف واي ايكوال ايه؟ ايكوال برضو اف ديت ساين الانجل اللي بين الاف والايه والاف اكس، وانا قلت لك القريبه ما الاف اكس هي القريبه من الثيتا تاخد الايه الكوزين، والبعيده عن الثيتا تاخد الايه الساين. طب تمام، ولو كان هو حتى في الاتجاه ده كده بالشكل ده نعملها برضو هوريزونتال اند ايه فيرتيكال كومبوننت، وبنجيب الثيتا ديت عن طريق ايه يا شباب؟ ما لو انا لو قفلتها طبعا لو انت قفلتها كده هتلاقي دوت اللي هو الايه الاف واي، طبعا تان ثيتا عباره عن ايه؟ اوبوزيت اوفر الايه؟ الادجيسنت، الاوبوزيت اللي هي ايه؟ اف واي، والادجيسنت اللي هي ايه؟ اللي هي اف اكس. ديت مراجعه سريعه على اللي فات. طيب موضوع النهارده بقى اللي هو ايه؟ اللي هو الفيكتور برودكت، يعني هو ايه؟ ضرب المتجهات. ازاي اعمل لهم باي يعني؟ في عندنا نوعين، فيكتور ايه بالشكل قدامنا دوت يا شباب، وفيكتور بي بالشكل ده، ما بينهم انجل ثيتا. لو احنا عايزين نعمل ايه تايمز بي. تايمز بقى هنا مش هي الباي او التايم اللي احنا متعودين عليها في اللي هي ايه في الالجبرا، امال هي ايه؟ لها نوعين من الضرب، حاجه اسمها سكيلر او دوت برودكت معناها ضرب قياسي، وحاجه ثانيه اسمها ايه فيكتور برودكت يعني ايه ضرب اتجاهي. يعني ايه ضرب قياسي؟ انا عايز اجيب القيمه بس، ماليش عاوز ايه ماليش دعوه بالفيكتور. طيب وكلمه الفيكتور برودكت يعني عاوز اجيب الايه القيمه والدايركشن بتاعها. طب ازاي يا مستر؟ ديت اسمها سكيلر برودكت، ده قانونها بيكون لو قلت لك كده، او بنسميها دوت برودكت، تقول كده A فيكتور A دوت فيكتور B ايكوال ايه بقى؟ AB يعني قيمة الـ A وقيمة الـ B تايمز كوزين الانجل ما بينهم، كوزين مش ساين. طيب هديكم مثال، لو انا عندي مثلا هو مديني الـ A ديت 4 متر مثلا، والـ B ديت 3 متر. ماشي، احنا عايزين نجيب ايه؟ ومديك الانجل ما بينهم يا سيدي ديت ايكوال 60 ديجري قدامنا، تعال نعملها عملي. احنا عايزين نجيب A دوت B، هنجيبها بسهولة. هنا خلي بالك A دوت B هي B دوت A، ليه بقى؟ لأن الناتج في الآخر سكيلر فيزيكال كوانتيتي، السكيلر ما لهاش اتجاه، فمش هيفرق A دوت B أو B دوت A، مش هتفرق معانا. A دوت B أو لو حتى عملناها يا شباب B دوت A نفس الناتج برضه إيكوال A تايم B كوزين الأنجل ما بينهم. طيب تعالى نعملها، الـ A بكام؟ بـ 4 والـ B بكام؟ بـ 3 كوزين إيه بقى؟ ثيتا. ثيتا اللي هي كام؟ اللي هي 60، هقولها كوزين كام؟ 60. طبعا معروف ان كوزين 60 بكام؟ بهاف، و4 باي 3 بكام؟ 12، 12 باي هاف بكام؟ ب6، يبقى ايكوال ايه؟ 6.
احنا كده ايه جبنا القيمة بتاعتها. واكيد متر باور 2 لو احنا يعني بنجيب لها ايه اليونت، عشان ديت بالمتر وديت ايه بالمتر. طب تعالى للفيكتور برودكت هنجيبها ازاي، لها قانون برضو بس انت كده صح بقى. دي بنسميها ايه شباب العلامة ديت، اللي هي العلامة عاملة زي التمانية الصغيرة ديت بالعربي، اسمها كروس. اسمها ايه تاني؟ كروس. هنقولها ايه بقى؟ A كروس B، يعني فيكتور A كروس فيكتور B. الاجابة عبارة عن ايه؟ عبارة عن AB ساين الانجل ما بينهم، ساين الثيتا يعني. طيب وفي اتجاه بيكون بقى اللي هو الريزلتنت فيكتور بتاعهم بيكون ليه محصلة، بيكون perpendicular to the two vectors اللي هي A and B. هتقول لي مش فاهم حاجة يا مستر، هقول لك هتفهمها دلوقتي. يعني خليك من ال N دي دلوقتي، بس أنا عايز أجيبها إيه كقيمة، نشوف هتيجي إزاي. لو أنا عاوز أجيب A كروس B هنجيبها إزاي؟ هتجيب ال A تايمز ال B ساين الأنجل ما بينهم، يعني هي ايكوال برضو 4 تايم كام؟ 3 تايم هي ايه؟ ساين 60. طبعا 4 تايم 3 بكام؟ 12، وديت روت 3 اوفر 2، يبقى هي ايه في الاخر كده يطلع لك ايه 6 روت 3. بس في الان ان ان دايركشن، وهتفهم يعني ايه ان ان دايركشن دلوقتي. طيب الايه الاتجاه بتاع اللي هو الريزلتنت فيكتور دوت اللي هو المحصل بينهم بيكون ازاي؟ بصوا يا شباب، لو انا عندي 2 فيكتورز بالشكل ده باينه خالص اهي، دوت مثلا فيكتور A ودوت A فيكتور B، المحصل ما بينهم بيكون بيربنديكولار تو اتش اذر، عمود على الاثنين. يا اما يكون كده ابوردز كده ايه لاعلى اهوت، يا اما يكون هنا ايه داونوردز. لو انت بصيت هتلاقي القلم ده كده بيربنديكولار تو ذا تو بينز اهي باينه يا شباب، يعني هو عامل عليهم ايه رايت انجل، او هنا كده هيكون برضه عامل معاهم ايه رايت انجل. طب انا بعرفها ازاي بقى؟ بعرفها من حاجه اسمها قاعده مهمه جدا اسمها ايه؟ رايت هاند رول. طب ازاي ديت رايت هاند رول؟ لو انا بقول لك A كروس B ما هياش ايكوال لما اقول لك B كروس A، ليه يا مستر بقى؟ لما اقول لك A كروس B ركز معايا، دي اسمها يا شباب ايه؟ ديت رايت هاند، يعني ايه ايد الايه؟ ايد اليمين. يبقى لما اجي بطبق القاعده ماليش دعوه بايد الشمال خالص، هركنها. عشان في نسبة احوال اللي بتشتغل بايدها الشمال، دي اسمها ايه؟ رايت هاند رول، اسمها ايه؟ قاعدة اليد الايه؟ اليمنى. طب بشتغل بها ازاي؟ دول فور فينجرز، أربع ايه؟ أصابع، بتعامل معاهم كوحدة واحدة. وده اسمه بالعربي الإبهام وبالإنجلش ثامب، بتعامل معاه برضه لوحده. طب ازاي؟ لو أنا عاوز أعمل A كروس B، إيدي صوابع الأربعة دول أو هما تنقفلهم بتجه بيهم من A لB، أهو، شايفين كده يا شباب؟ وبعدين لما اتجه بهم كده افرد ده كده، ده كده بقى طلع كده لبره ولا داخل لجوه؟ هتقول لي مثلا لا طالع لبره اهو، شوف انا ماشي من A ل B كده، يبقى ده ايه طالع لبره. يبقى A ديت كروس B ايكوال الرقم ده، بس اتجاهه فين بقى؟ ها اوتسايد ذا بورد، يعني خارج الايه البورد. لو انت بتشتغل عندك ديت هي البيبر، هتقول هنا ايه اوتسايد ذا بيبر، يعني ايه؟ يعني خارج الورقه. طب كمان مرة، لو أنا بعمل B كروس A برضو إيه ده يا شباب؟ ديت الرايت هاند، بطبق ده كده الأول اللي هو الثامب دوت ماليش دعوة بيه، وبشتغل كده هلف أهو من B لـ A أهو، وبعدين أفرد ده بقى كده لوحده كده. لما أشتغل من B لـ A أهو أشتغل بيه كده، يبقى دوت إيه؟ انسايد. يعني إيه انسايد؟ مشير للإيه؟ لداخل الورقة عندي. طبعا انسايد ذا بيبر أو داخل الإيه؟ البيبر، بيكون اتجاهه بالشكل ده. يبقى هل خلي بالكم بقى وانا بعمل A كروس B كان المتجه او اللي هو الريزلتنت فيكتور بتاعهم اتجاهه اوتسايد ذا بيبر او ذا بورد وانا بشرح هنا، وما عملت B كروس A كان الريزلتنت فيكتور بتاعهم اتجاهه انسايد ذا بورد، يعني داخل الايه البورد، هل اتجاه ده زي اتجاه ده؟ ده لو هما اتجاههم ايه عكس بعض. يعني لو قال لك هنا فيكتور A كروس فيكتور B ايكوال فيكتور B كروس فيكتور A، طبعا رونج، ده هي ايه؟ نوت ايكوال، ما هياش ايه؟ ما هياش ايكوال. هقولها تاني يا شباب الرايت هاند رول لان الناس بتتلخبط فيها. طيب لما انا عملت A كروس B، ايدك اليمين اهي، الاربع اصابع دول في الفور فينجرز دول بنتعامل معاهم كوحده واحده، والثمب دوت بتعامل معاه لوحده. طب ازاي؟
دول بيلفوا مع اللي ابدأ منه لحد اللي هنتهي عنده. انا بادي هنا منين؟ من A كروس B اهو, A كروس B كده اهو, همشي كده. يبقى همشي كده ايه؟ بصوابعي كده اهو. طب يعني ايه يا مستر بقى؟ افرد ده بقى, لما تفرد ده اتجاهه بيكون ايه؟ لبره. اوت سايد ده ايه؟ ده بورد. وبالنسبه لك هتبقى ايه؟ اوت سايد ده بيبر, خارج الايه؟ الورقه. طب ماشي يا مستر. طب اعملها لي معلش اللي هي بي كروس ايه. هعملها لك يا سيد, اربع صوابع اهو يا شباب, هلف من بي لايه اهو. هتقول لي يا مستر طب ما انا عندي انجل كبيره اهيت. لا, بلف في اتجاه الانجل الصغيره اللي ما بينهم. تاني, بلف في اتجاه الايه؟ الانجل الصغيره ما بينهم. طب ماشي اهو, يبقى همشي كده اهو وافرد ده بقى, يبقى ايه؟ اتجاهه انسايد ذا بورد. طب ماشي, يعني وانا بعمل ايه كروس بي وانا ماشي كده, ده كان اتجاهها ايه؟ لكده. يعني اكنه الريزلتنت فيكتور لتحت كده. هو هو كده مش لتحت, هو كده ايه؟ اكنه ايه؟ لخارج الصفحه. بس انا مش هعرف ارسمه كده, يعني مش هعرف ارسمه كده لخارج كده, لا مش هعرف ارسمه. فبنرسمها ايه؟ كده. طيب لما كنت بعمل بقى ايه؟ بي كروس ايه كان اتجاهه ايه؟ لداخل الصفحه. لداخل الصفحه يا شباب, يبقى المره الثانيه هتلاقي اتجاهه بالنسبه لك عمل كده, يعني هو كانه ايه؟ داخل كده. بس انا طبعا مش هعرف ارسم واحد كده هخرم البورد وادخل جواها كده واعمل بيربنديكولا, لا, بس لازم تكون انت ايه؟ متخيلها. يبقى هنا قاعده مهمه جدا اسمها ايه؟ رايت هاند رول. ديت بتستخدم عشان احدد اللي هو الدايركشن بتاع اللي هو ايه؟ ريزلتنت فيكتور في حاله الايه؟ الفيكتور برودكت. طب تمام, انا عندي هنا بقى شويه ملحوظات مهمه جدا ممكن تجي لك في اللي تشوز او خلافه. وين ذا انجل بتوين تو فيكتورز ايكوال زيرو, لو الانجل ما بينهم كام؟ زيرو. يعني الفيكتور كده مع الفيكتور ده كده, الاثنين مع بعض مفيش انجل ما بينهم كده, او حتى 180. ذا دوت برودكت هتبقى ايكوال ايه, والفيكتور برودكت ايكوال ايه؟ بص يا سيدي, الدوت برودكت مرتبطه بالايه؟ بالكوزاين. كوزاين زيرو بكام؟ ب1 اعلى حاجه. هتبقى حاجه اسمها ماكسيمم فاليو, يعني هي ايه؟ اعلى قيمه, يبقى ماكسيمم فاليو. طب والنسبه بقى للفيكتور برودكت, الفيكتور برودكت مرتبطه بالايه؟ بالساين. طب ساين زيرو بكام؟ بزيرو. يبقى في الحاله ديت الفيكتور برودكت ايكوال كام؟ ايكوال زيرو. طب حلو, اعكس بقى هنا. وين ذا انجل بتوين ذا تو فيكتورز ايكوال 90 ديجري, لو الانجل ما بينهم 90, يعني في فيكتور كده وفيكتور كده, انجل ما بينهم ايه؟ 90. لو احنا عايزين نجيب قيمه السكيلر او الدوت برودكت مرتبطه بالايه؟ بالكوزاين اهي. طيب كوزاين 90 بكام؟ بزيرو. تمام, يبقى هنا الدوت برودكت ايكوال كام؟ ايكوال زيرو. والفيكتور برودكت ايكوال ايه؟ طبعا الفيكتور برودكت مرتبطه بالايه؟ بالساين ثيتا. طالما مرتبط بالساين ثيتا, الساين 90 بكام؟ ب1, يبقى هي اعلى قيمه, يبقى ماكسيمم فاليو. طب تعالى لي هنا, الدوت برودكت ايكوال ذا ماجنيتيود اوف ذا فيكتور برودكت. وانا هنا ما اقدرش اقول لك ايكوال فيكتور برودكت, ما اقدرش اقول لك, بتساوي القيمه بتاعت الفيكتور برودكت. امتى بقى؟ وين ذا انجل بتوين ذم او ذا تو فيكتورز ايكوال سبيس. امتى يا شباب؟ يعني انهي الانجل اللي الساين بتاعها ايكوال الكوزاين بتاع نفس الانجل ديت؟ برافو عليكم, اللي هي كام؟ 45 ديجري. ملحوظه اخيره هنا, هو هنا ينفع اعمل مثلا, ينفع اعمل لك كده, اقول لك ايه؟ فيكتور ايه دوت بي. ينفع؟ يعني ايه ينفع اعمل دوت برودكتس او سكيلر برودكت لواحد يكون فيكتور كوانتيتي والتانيه سكيلر؟ لا ما ينفعش. يعني يا شباب الدوت برودكت او حتى الفيكتور برودكت لازم الاثنين اللي بضربهم يكونوا ايه؟ فيكتورز. اي نعم الناتج من السكيلر برودكت دوت بيكون سكيلر كوانتيتي, يعني ديت كميه ايه؟ قياسيه لها ماجنتيود بس, بس هم نتيجه لايه؟ الاثنين دول بيكونوا يا شباب ايه؟ فيكتورز, لازم يكونوا فيكتورز. طب وبرده ما ينفعش اعمل فيكتور برودكت لواحده فيكتور والثانيه ايه؟ سكيلر. دي قاعده, يعني لو جالك حاجه زي كده في الامتحان يبقى ايه؟ كانت بي ديفايند, مش ديت مش هنقدر ايه نعملها. الدوت والفيكتور برودكت لازم يكون الاثنين ايه؟ فيكتورز.
طيب عشان بقى نطبق على الكلام ده هناخد شوية أمثلة من كتاب المعاصر اللي هي الأسئلة اللي عليكم في الهومورك. مسألة عندكم يا شباب في بيج 71، هو بيديلك الشكل دوت وبيقولك الفيكتور A عامل مع الاكس اكسس 6 ديجري والفيكتور B عامل انجل هنا كام 20 ديجري برضو، وقيمة فيكتور A قيمته 14 سنتيمتر وفيكتور B قيمته كام 20 سنتيمتر. طب هو عاوز ايه بقى؟ عاوز magnitude and the direction of the resultant vectors or space and space. طبعا ايه كلمة magnitude؟ يعني هو عاوز الايه؟ القيمة لما اعملهم الاثنين بلاس يعني. طيب وعاوز ايه كمان؟ الدايركشن. كلمة resultant يا شباب يعني محصلة، يعني اعمل للاي والبي بلاس. طيب هو عاوز magnitude قيمتها والدايركشن. يعني ايه دايركشن؟ الانجل يا شباب نجيبها ازاي؟ طب بص بقى نعملها ازاي. انا هحلها لكم يا شباب بطريقتين، طريقة كتاب المدرسة وطريقة كتاب المعاصر هحلها لكم بيها عشان تفهموها برضو، وهحل لكم بطريقتي والطريقة اللي انت ترتاح فيها او تنجز بيها حل بيها. طيب ديت التو فيكتورز دول، دوت فيكتور A وده فيكتور B. اول خاصية يا شباب هنا هنحل بيها اللي هي الخاصية اللي احنا خدناها في الاول خالص، ان ممكن انقل الفيكتور من مكانه بنفس اتجاهه بنفس الانجل. ازاي يا مستر؟ يعني البي دوت ممكن اجيبه هنا كده. طيب هو عامل انجل هنا كام؟ 20 مع مين بقى؟ مع اللي هو اللاين دوت، واللاين ده شباب بارل تو اكس اكسس، يعني هو اكنه عامل انجل كام؟ 20 ديجري مع ايه؟ مع الاكس اكسس. ماشي يا مستر؟ اهي يعني ده كده فيكتور ايه اهو كده. وده بقى خلي بالك الانجل دي كلها 60، وده كده فيكتور بي كده اهو. الانجل دي يا شباب مش دي بس، لا كلها كده 60 ديجري، والانجل الصغيره ديت كام؟ 20 ديجري. طيب هي الفكره الرئيسيه بتاعتها ايه بقى؟ الفكره الرئيسيه بتاعت المسائل ديت ان هعمل ريزوليوشن للفيكتور ايه لوحده، وبعدين هعمل ريزوليوشن للفيكتور ايه بي لوحده، وبعدين هجيب بقى ايه الريزلتنت بتاعتهم كلهم. طب ازاي؟ انا همسك فيكتور ايه بس قدامك اهو، فيكتور ايه اهو كده يا شباب اللي بالازرق ده، هعمل له ريزوليوشن في اتجاه ايه؟ الاكس اكسس، هيطلع له قيمه، وهعمل له كده برضو ريزوليوشن في اتجاه الايه؟ الواي اكسس، اي واي هيطلع له قيمه. يعني انا كده هجيب ايه؟ هجيب اي اكس وهجيب ايه؟ اي واي. ماشي، شوف هيطلعوا كام. طب الاي اكس عباره عن ايه؟ بص يا شباب، مش الاي اكس دوت انا كنت بقول هو عباره عن قيمه ايه؟ اي كوزين ثيتا ولا ساين ثيتا؟ برافو عليك، مش هو ده الاي اكس هو اللي قريب من الانجل ديت؟ ايوه، يبقى ايه؟ كوزين ثيتا. يعني يا مستر قيمه ايه هو مدهاني في المساله كام؟ 14 سنتيمتر. كوزين هتعمل كده باي كوزين، اشتغل معاه بقى بالكالكوليتر على طول، الثيتا اللي هي كام؟ اللي هي 60. ماشي يا مستر. كوزين 60 بهاف، هاف باي 14 كام؟ 7. يبقى هي كام؟ 7 سنتيمتر. ادي اول واحده. طيب هات لي بقى الاي واي. الاي واي ايكوال كام؟ هتقول لي نفس الفكره، ايه بس هي ساين ثيتا بقى، لان الاي واي هي البعيد عن الانجل ديت، يبقى ايكوال 14 ساين 60. طب ساين 60 بكام؟ روت 3 اوفر 2. طبعا ال 2 مع ال 14 يبقى 7، يبقى 7 روت 3 سنتيمتر. ده بقى عباره عن ايه؟ جبنا الاي واي والاي اكس. طيب بقى هعمل ايه بقى؟ هعمل ريزوليوشن للبي اكس برضو والبي واي. مش يا شباب البي اهوت؟ ايوه يا مستر دوت البي. هعمل له ريزوليوشن هيبقى فيه هنا كده اهو، هيبقى برضو في عندي بي اكس، وهنا برضو كده يكون في عندي ايه؟ في بي واي. هات يا حبيبي بقى بي اكس لوحدها وبي واي لوحدها. هتقول لي ماشي يا مستر، البي اكس ديت هي عباره عن ايه؟ قيمه بي كوزين ثيتا. البي بكام؟ 20. كوزين
20 برضو. ما دي الانجل هنا كام؟ انا بتكلم على البي، الانجل ده بس اللي هي كام؟ 20 ايكوال كام؟ سنتيمتر. اعملها على الكالكوليتر معايا بسرعه، تعمل 20 كوساين 20. يلا يا شباب، 18.8 تقريبا. انا شغال يا شباب ابروكسيميتلي، يبقى 18.8. طب واعمل لي بقى البي واي بالمره. هتقول لي يا مستر ماشي، يبقى البي ساين ثيتا ولا كوساين؟ بص يا شباب، التوين ديت بعيده عن الواي ديت، يبقى البعيده تاخد الايه؟ الساين، يبقى ساين ثيتا. هتقول ايكوال ايه؟ 20 ساين 20 ايكوال 20 ساين 20 ايكوال 6.84 سنتيمتر. كل ده ابروكسيميتلي تقريبا يعني. طيب دلوقتي انا عندي في اتجاه الاكس اكسس تو فيكتورز مع بعض، اللي هو الاي اكس والبي اكس، هعمل لهم بلس. يعني الاثنين دول الاي اكس والبي اكس دول يا شباب، هما الاثنين دول هعمل لهم ايه؟ بلس، لانهم في نفس الاتجاه. الانجل ما بينهم كام؟ زيرو. يعني هرجع للقاعده دي، طالما الاثنين لهم نفس الدايركشن هعمل لهم ايه؟ بلس. طيب ما برضو بنفس المنطق بالنسبه لي الاي واي والبي واي، الاثنين دول هعمل لهم ايه؟ هعمل لهم بلس. وبعد كده هجيب الايه؟ المحصله بتاعتهم. طب ازاي؟ اجمع بقى يا سيدي كده معايا بسرعه، اي اكس بلس بي اكس ايكوال، يعني هتعمل كده 7 بلس 18.8. طبعا تطلع في 25، دي مش محتاجه حاجه، 0.8 سنتيمتر. طب اعمل لي بقى ايه؟ اي واي بلس بي واي ايكوال كام؟ هتعمل الاي واي 7 روت 3 بلس الرقم ده، ديت لازم كالكوليتر، 7 روت 3 بلس 6.84، طلع لي 18.96 سنتيمتر بالشكل ده. طيب دلوقتي يا شباب اكن عندي ايه بقى؟ اكن عندي تو فيكتورز بيربنديكولار تو اتش اذر. يعني عندي فيكتور كده اهو، اللي هو اي اكس بلس بي اكس على بعضها، اللي هو قيمته كام؟ 25.8 سنتيمتر. وعندي في فيكتور تاني اللي هو ايه؟ اي واي بلس بي واي، قيمته كام؟ 18.96 سنتيمتر. انا عايز اجيب الريزلتنت بتاعهم. ما خلاص، ما ديت قلبت للايه؟ للشكل ده، اللي هو ايه بقى؟ ايه باور 2 بلس بي باور 2. يعني هتاخد دوت باور 2 بلس ده باور 2 تحت الايه؟ تحت الروت. يعني هيطلع لك كده، طبعا ده ما اعرفوش لسه. يبقى الريزلتنت فيكتور لو قلتها سي مثلا ايكوال، هتقول كده، هغير لون عشان هنا تميز عن ديت، هتعمل كده 25.8 باور 2 بلس 18.96 باور 2 ايكوال، تطلع لك كام؟ تطلع لك كده تقريبا 32 سنتيمتر. طلع لك قيمه الايه؟ الريزلتنت ايه؟ فيكتور بتاعهم. طب تمام. وبعدين عاوز الدايركشن بقى، الدايركشن عن الانجل. انا كذا مره اقول لك يا شباب الايه؟ الدايركشن عن ايه؟ الانجل. طيب مش تان ثيتا ايكوال اوبوزيت؟ اوبوزيت اللي هو ده، هو ده اوفر الادجسنت. ايوه، يبقى ثيتا على طول، اعمل بقى شيفت تان اللي هو ده 18.96 اوفر 25.8. اعمل كده يلا، شيفت تان فوق 18.96 وتحت 25.8 ايكوال 36.3 تقريبا يعني، او 36 ديجري ابروكسيميتلي. يبقى اما اجي اختار هنا في التشوز يا شباب، هختار اللي هي ايه؟ لتر سي، هي هتبقى الاجابه الايه؟ الاجابه الصح. طيب دي طريقه للحل انا شايف ان هي لازم برضو تعرفها،
بس وان كان في مسائل لتشوز انت مش في حاجه ليها خالص، لان انت عاوز تجيب الرقم على طول يعني. طب اجيبه ازاي بقى؟ دي طريقه كتاب المدرسه وطريقه كتاب المعاصر. تعالى بقى الطريقه اللي انا بقولك اشتغل بيها في اسئله اللي تشوز، الحاجات اللي تنجز معاك في الوقت. فاهمين ده يا شباب الاول؟ تمام يا مستر، فاهمينها ماشي. طيب انا دلوقتي ممكن احلها لك، واضحه؟ ممكن احلها لك في خطوه ونص. شوف احنا هنا عملنا 30 خطوه علشان ايه؟ نوصل للناتج. ممكن احلها لك بقى حل سريع على طول. طب فين يا مستر الحل السريع؟ ما انت قدامك يا حبيبي، قدامك اهو، اللي هو القانون ده. طب تعالى نعمله. والله انا عندي ممكن اجيب الريزلتنت فيكتور على طول. هتعمل كده، هتقول له الاي باور 2 بلس بي باور 2 بلس 2 اي بي كوزاين ثيتا. بس ركز قوي بقى، الثيتا اللي هي بين الاي والبي، ما تسرحش بقى هنا، لان هنا غلطتك في الثيتا هتبوظ المساله. يعني صحصح معايا. ماشي يلا نشتغل. الاي كان 14، اعمل كده 14 باور 2 بلس البي 20، اعمل 20 باور 2 بلس 2 باي اي اللي هي 14، بي اللي هي كان 20 كوزاين. هنا مهارتك انت بقى. كوزاين ثيتا الانجل بين الاي والبي، اللي بين الاي والبي كام؟ هتقول لي يا مستر هي سهله، ما هي قدامي باينه، مش دي كلها 60؟ ايوه، ودي بس 20. ايوه، يبقى الانجل ما بينهم ده اللي انا بس هعملها باللون الاخضر ده، الانجل ده لوحدها كده اهو. هتقول لي يا مستر ماشي، ما هي كلها 60 ماينس 20 اللي هي كام؟ اللي هي 40 ديجري بس. يعني كوزين كام؟ 40. برافو عليك. هتطلع لك في الكالكوليتر نفس الرقم اللي احنا طلعناه، 32 بوينت كده، زيرو كام حاجه يعني، ممكن اهملهم ابروكسيميتلي يعني. خلاص كده، يبقى احنا كده حليناها في ايه؟ في خطوه واحده. هتقول لي يا مستر باقي الدايركشن بتاعها. يعني ايه الدايركشن بقى؟ يعني هنا في ريزلتنت فيكتور. علشان بقى نحسب الانجل يا شباب بتاع الريزلتنت فيكتور دوت، طبعا الريزلتنت فيكتور دوت انا بس هنا نضفت لكم الشكل كده عشان ايه؟ تكون الدنيا واضحه معاكم. انا اتفقت طالما هما التو فيكتورز بادئين منين؟ من نفس البوينت، ذا سيم بوينت يعني، بيكون الريزلتنت فيكتور هنجيبه ازاي؟ باخد انا بكملها باريلوجرام، يعني يكون كده اللاين كده بارل 2 هنا فيكتور بي، وباخد برضو لاين كده بارل 2 فيكتور اي. طبعا هيتقابلوا هنا في بوينت. لما اجي اخد بقى الايه؟ الريزلتنت فيكتور بقى، يبقى بيكون ده اللي هو بالاحمر ده، اللي هو دوت اللي هو ايه؟ اللي هو سي. ماشي، انا كان عندي الانجل الكبيره اللي بين الاي والاكس اكسس دي كانت كام؟ كانت 60، احنا متفقين على كده. وكان اللي بين البي والاكس اكسس ديت، ده يا شباب اللي هو اكس اكسس، ودوت اللي هو الايه؟ الواي اكسس. الانجل دي كانت كام؟ 20. يبقى احنا قلنا الانجل بين التو فيكتورز بين اي وبي دي كده كلها كام؟ برافو عليكم، احنا قلنا 40، عشان قلنا 60 ماينس 20 اللي هي كام؟ 40 ديجري. طيب الانجل ديت يا شباب اللي هي تعتبر ثيتا. ليه ثيتا بقى؟ اللي انا بتعامل معاها هنا ديت اللي هي دي اللي هي الانجل بين الايه؟ بين التو فيكتورز. تمام، وانا هنا هقول ديت، هسمي ديت الفا 1 الزاويه الصغيره ديت، وديت ايه؟ الفا 2. عشان اجيب الدايركشن بتاع السي دوت، انا عاوز اجيب الانجل ده اللي عاملها بالازرق دي، الانجل اللي عاملها بالازرق ديت. خلي بالك بقى، هنا عندي ديت منها ايه؟ 20. هجيب بقى الانجل اللي هي ايه؟ الفا 1، هعمل الفا 1 بلس ايه؟ 20 يطلع لي الايه؟ الانجل دي. طب تعالى نعملها. ما انا عندي في قانون مباشر مش محتاج للف ودوران، ان السي اوفر مين؟ ساين ثيتا ايكوال اي اوفر ساين الفا 1 اللي انا واخدها ديت. يبقى دلوقتي هتلاقي عندك السي والساين ثيتا والاي كلهم معروفين ما عدا مين؟ ساين الفا 1. يبقى عوض بقى السي طلعت بكام؟ 32، وساين ثيتا اللي هي كام؟ ساين 40 ايكوال الاي اللي هي كام؟ 14 اوفر كام؟ ساين الفا 1. يبقى دلوقتي هجيب انت ساين الفا 1 ازاي؟ هتقول سهل يا مستر، هعمل كروس 14 باي ساين 40 اوفر كام؟ 32. هعملها لك، اشتغل معايا على طول. 14 باي ساين 40 اوفر كام؟ 32.
وبعد كده هتجيب انت يطلع لك رقم هنا طلع لك تقريبا 0.28. يبقى انت هتجيب هنا ايه الفا 1 هتعمل شيفت ساين ل 0.28 هيطلع لك كام تقريبا 16 ديجري. ديت قيمه الايه الالفا 1. يبقى علشان تجيب الثيتا اللي بتحدد الدايركشن ديت عشان تجيب الثيتا اللي بتحدد الدايركشن الثيتا ديت يا شباب مش هي اللي انا شغال بيها ديت عشان بس تطلعوا ما تحتارش. انا اقصد بالثيتا اللي شغال بيها ان هي الانجل بين ايه بين التو فيكتورز انما الثيتا ديت اللي هي الايه الانجل بتوين ريزلتنت فيكتور اند ايه اكس اكسس. هتقول ان هي ايه 16 اللي انت طلعتها بلس 20 اللي هي عندك دي طلعت 16 ودي كام 20 يبقى ايكوال كام 36 ديجري. والطريقه ديت الطريقه بتاعتي يا شباب لو انت فاهم بيها وهي سهله معاك وهي خطوات بسيطه مختصره حل بيها. لو انت فاهم الطريقه الثانيه بتاعت الريزوليوشن برضو ايه حل بيها. اهم حاجه في الاخر ايه تحل صح. وخلي بالك الطريقه ديت جابت لك الرقم سي اللي هو كام 32 وانت بتحل في الاختيارات هتلاقي ايه عندك 32 على طول يبقى ايه هتختاره بسهوله حتى من غير ما تجيب الدايركشن مش هتحتاجها اصلا يعني. طيب هديكوا كمان مساله بصوا كده معايا على السكرين بيقول فيكتور كوانتيتي في از ريسولفد يعني حصل له برضه ريزوليوشن انتو تو بيربنديكولار كومبوننتس اكس اند واي. يعني هو ده كده يا شباب ودوت اللي هو ايه اكس كومبوننت ودوت اللي هو ايه واي كومبوننت يعني الاكس والواي هنا عاملين مع ايه رايت انجل ماشي. ذا انجل بتوين في اللي هو دوت اند اكس كومبوننت كام ثيتا. طيب the angle between the component x and vector v is increased from 0 to كام 290. يعني الانجل بتوين ايه بقى الكومبوننت x والفيكتور v ديت زادت كده يعني هي كانت كده وعماله ايه تزيد لحد كام لحد 90 كده بالشكل ده. How do the magnitude of x and y changes at the angle theta is increased by this way. يعني ايه قيم الاكس والواي لو الانجل ديت زادت بنفس الايه بالطريقه اللي احنا قلناها ديت. هل الاكس انكريز واي انكريز ولا الاكس انكريز والواي ديكريز ولا الاكس ديكريز والواي انكريز ولا الاكس ديكريز والواي ديكريز برضه. هي الفكره بتاعت المساله ديت ايه بص يا سيدي هو مديك فيكتور ايه بالشكل ده كده وعمل له الفيرتيكال كومبوننتس بتاعته بالشكل ده لازم يكون الاكس والواي بيربنديكولار لازم كده. وهنا الانجل ديت اسمها ايه اسمها ثيتا ودي كلها رايت انجل خلي بالك تمام. لو انا عملت لك كده قلت لك هات لي هنا الريزلتنت فورس هتقول لي خلاص يا مستر هي دي كده. طب فين يا حبيبي اللي هنا الواي هتقول لي ده كده مستر هو ايه هو الواي هعمله بالاخضر اهو بالشكل ده ماشي. خلي بالك بقى انا عندي اهو 3 فيكتورز في الحته ديت ده اسمه اكس اللي هو بالاحمر ده اهو وده اسمه واي اللي هو بالاخضر دوت وده اسمه ايه هسميه مثلا اللي هو مسميه في اللي هو بالازرق ده. خلي بالك كلهم فيكتورز عشان ما تنساش يعني اهو. في قاعده كده يا شباب الفيكتور اللي قصاده الانجل الكبيره بيكون هو الكبير كمان مره ها الفيكتور اللي قصاده ايه الانجل الكبيره بيكون هو ايه بيكون هو الكبير. يعني ايه يا مستر يعني انت في الشكل ده اكبر حاجه هنا اللي هو فيكتور في ليه عشان قصاده الانجل ديت كام 90 وديت وديت اقل من 90 ما لازم الاثنين يكونوا هما ايه ما هو مجموعهم الاثنين مع بعض ايه 90. طب مين اكبر في الحاله ديت الاكس اكبر من الواي لان دي هنا ثيتا صغيره وهنا الايه الانجل ديت ايه كبيره. طب تمام هنفترض بقى ان الثيتا ديت زادت يعني ايه بقى يعني الفيكتور اللي بالازرق ده اتحرك كده بالشكل ده ركز معايا بقى فين فيكتور واي اهو اللي هو بالاخضر دوت زاد ولا قل برافو عليك زاد ما هو كان قصير اهو كبر اهو. طب قيمه اكس قلت لان اكس دي كانت كلها اكس بقت دي كده بس بقت لحد هنا كده اكس. طب كمل يا بيه حاضر يا مستر اهو شوف الانجل عماله تزيد هو بيقول لك زادت 90
طب فين قيمة الواي بقى؟ اهي يا مستر دي الواي، خلي بالك ديت بدل ديت بدل دي بدل الاصل دوت. شوف بقى الواي زادت، كانت كده بقت كده بقت كده. طب والاكس بقى؟ الاكس قلت اهي، كانت ديت كده بقت دي بقت دي. انت ملاحظ بقى ايه؟ الاكس بتقل والواي ايه؟ بتزيد. خلاص يبقى الاكس ديكريز والواي ايه؟ انكريز. يبقى لما اجي هنا هختار، هختار اللي هي ايه؟ لتر سي اللي هي ايه؟ ديكريز وانكريز. طيب هحل لك برضو كمان واحده ونقفل بيها، اللي هي مثلا نمبر 44 دي. احل 44 و45 يلا. Two forces each of 10 نيوتن act in the point B as shown in the diagram. The angle between the directions of forces is 120. What is the magnitude of the resultant force؟ عاوز قيمة الايه؟ resultant ايه؟ force بتاعتهم. هنا يا شباب بحل لك برضو بالطريقتين اللي احنا كنا بنحل بيهم. المسألة دي يا شباب قدامكم اهي اللي هي نمبر 44. تعال نحلها كده مع بعض. هو عاوز resultant ايه؟ force. عندي في فورس بتشد كده 10 نيوتن وكده ب 10 نيوتن، والانجل بينهم كام؟ 120. هو اكيد الريزلتنت فورس هتكون ما بينهم كده، بس تعمل انجل كام ما اعرفش، وقيمتها كام لسه ما اعرفش. الفكره الرئيسيه بتاعتها ايه؟ برضو هعمل ريزوليوشن يا شباب للايه؟ للفيكتور دوت. طيب هاخد كده في اتجاه الواي اكسس، ده في اتجاه الواي اكسس وده في اتجاه الايه؟ الاكس اكسس بالشكل ده. طب ده هتكون قيمته كام؟ تبع الثيتا دي. الثيتا دي خلي بالك دي كلها 120، يبقى دي كام؟ 60، لان كلهم 180. طب تمام. طب ديت الفيكتور دوت هو القريب من الانجل ولا بعيد؟ قريب، ياخد الايه؟ الكوزاين. يعني هتبقى يا مستر هتبقى 10 كوزاين 60. كوزاين 60 بكام يا شباب؟ برافو عليكم بهاف. يبقى 10 لما تعمل كده 10 كوزاين 60 على الكالكوليتر، يعني 10 باي هاف بكام؟ ب 5. تمام، يبقى ده اكنه ايه؟ 5 نيوتن بيشد كده. طب حلو، وده هيبقى ايه بقى؟ هيبقى 10 ساين 60 برضه، يبقى 10 ساين 60 اللي هي روت 3 اوفر 2 تطلع لك بكام؟ 5 روت 3. انا بحل على طول يا شباب بس عشان وقت الفيديو ما يطولش عن كده. طب خلاص دلوقتي انا عندي كام بقى فورسز بقى؟ ده خلاص ده اكنه اتلغى، اللي هو التن ده اكنه ما عادش موجود اهو، اكنه ما عادش موجود بقى. ما انا حللته واحد في اتجاه الاكس اكسس والتاني في اتجاه الايه؟ الواي اكسس. طبعا اكن عندي جسم هنا كده بيتاثر بثلاث قوى، واحده بتشد لفوق والثانيه يمين والثالثه شمال. لازم اخليهم قوتين بس بيربنديكولار، يبقى كده برضه اهو ديت مش هيتغير اللي هي ايه؟ 5 روت 3، لان مفيش حاجه بتشد قصاد الناحيه الثانيه. طيب هنا في قوتين، واحده بتشد كده 10 نيوتن والثانيه كده ايه؟ 5 نيوتن. مين تكسب؟ ال 10 هي اللي اكبر، يبقى 10 ماينس 5 بكام؟ ب 5. يبقى كان عنده قوه ثانيه كده هنا ايه؟ مقدارها كام؟ 5 نيوتن، بتاثر بتشد ايه؟ الناحيه دي كده. طب خلاص يبقى كده وصلت انا للحاله دي. هتعمل سكوير روت للايه؟ 5 باور 2 بلس 5 روت 3 باور 2. يبقى في الحاله ديت انا عندي هنا كده ريزلتنت فورس بالشكل ده، ما اعرفهاش بكام. اف توتال مثلا، اف تي يعني ايه؟ اف توتال بتاعتهم. هتقول كده ايه؟ اعمل على الكالكوليتر معايا 5 باور 2 بلس 5 روت 3، وركز في اللي انا بقوله بتوين تو براكتس باور 2، اعملها كده. هتطلع لك ب 10 نيوتن. خلاص هيطلع لك بكام؟ ب 10. والانجل ديت هتطلع لك بكام؟ ب 60. يعني هتعمل كده شيفت تان 5 روت 3 اوفر كام؟ اوفر 5، بيطلع لك بكام؟ ب 60. دي طريقه كتاب المعاصر وكتاب المدرسه. طريقه ثانيه بقى لو جيت تحل بيها مش هتحتاج ده كله، انت بس هي خطوه واحده، ديت 120 وديت 10 وديت ايه؟ 10. هتعمل انت كده، هيبقى في ريزلتنت فورس. انا ما اعرفش الانجل، ممكن نجيبها بكل سهوله الانجل دي، مش قضيه يعني. هتبقى نجيبها ازاي؟ هقول لك نجيبها ازاي. الريزلتنت فورس ايكوال ايه؟ هتعمل كده a باور 2 اللي هي 10 باور 2 بلس b باور 2 اللي هي كام؟ 10 باور 2 برضو بلس 2 باي a اللي هي 10 باي b اللي هي كام؟ اللي هي 10 باي كوزاين 120.
10 باور 2 بلس 10 باور 2 ديت 100 وديت 100 يبقى 200. خلي بالك يبقى انا عندي كده هنا ايه 200 بلس 2 باي 10 باي 10. طبعا 10 باي 10 بكام؟ 100 باي دي هنا دي ايه 200 برضه. الكوزاين 120 نيجاتيف هاف يا شباب، اكيد نيجاتيف هاف 200 بكام؟ يبقى ديت نيجاتيف 100. طب 200 ماينس 100 بكام؟ ب 100. روت 100 بكام؟ ب 10. 10 ايه؟ نيوتن. طلعت لك في خطوه واحده. طبعا انت مش هتعمل كده، انت هترص الارقام ديت على الكالكوليتر هيطلع لك الايه؟ الرقم على طول. حتى لو عايز الانجل هيطلع لك، هتعملها انت كده. هتقول دوت احنا كده انت جيت جبت قيمته بكام؟ ب 10 اوفر ساين الانجل اللي هي كام؟ 120 ما بينهم ايكوال ديت كام؟ ب 10 اوفر ساين الانجل ديت اللي هي كام؟ ما اعرفهاش، اللي انا عايزها مثلا اعملها الفا 1. طبعا ال 10 راحت مع ال 10 يبقى ساين 120 ايكوال ايه؟ ساين الفا 1 ايكوال ساين الفا 1. اوعى تشيل الساين مع الساين يبقى الفا 1 ايكوال 120. لا طبعا، ساين 120 اللي هي كام؟ روت 3 اوفر 2 ايكوال كام؟ ساين الفا 1. يبقى الفا 1 ايكوال هتعمل ساين او شفت ساين روت 3 اوفر 2 يطلع لك بكام؟ ب 60 ديجري. يبقى يا شباب وانت بتحل كده هتختار هنا كام؟ لتر بي. هو مش طالب الانجل ديت، حته زياده من عندي، اللي طالبه هو الخطوه دي بس. هيطلع لك بكام؟ ب 10 مباشره. طب اخر مساله هقولها لك كده برضو على السريع. هو بيقول لي اف ذا فيكتور برودكت اوف ذا تو فيكتورز اي كروس بي ايكوال سي. يبقى خلي بالك الفيكتور سي لازم يكون بيربنديكولار تو بي اند بيربنديكولار تو اي. الفكره يا شباب اللي هي دي، اللي هو فيكتور برودكت تو اتش اذر، يعني بيطلع لي فيكتور ثالث. الفيكتور الثالث دوت بيكون بيربنديكولار تو فيرست فيكتور اند ايه سكند فيكتور. زي ما قلت لك كده انا عندي تو فيكتورز كده يا شباب، البرودكت بتاعتهم لازم يكون ايه بيربنديكولار تو اتش اذر على الاثنين الايه اللي هم الاصليين. يبقى انا عندي اصلا السي، انا عارف ان السي بيربنديكولار تو بي وبيربنديكولار تو ايه تو اي. طيب يبقى ايه بقى دوت سي؟ الدوت القانون بتاعها ايه يا شباب؟ برافو عليك، اللي هو ايه بقى ايه سي كوزاين كام؟ ثيتا. ما بينهم الثيتا كام مثلا؟ دوت فيكتور ايه اللي هو بالاسود ده، وده اللي هو فيكتور ايه سي. الانجل بينهم كام؟ 90. كوزاين 90 بكام؟ بزيرو. يبقى الاجابه هتطلع بايه؟ بزيرو ديت اللي هي يبقى ايه 45A. طبعا انا هكتفي بالقدر دوت في السيشن دوت. الحمد لله احنا لمينا كل الافكار بتاعه الفيكتورز. بقى عليكم شد حيلكم برضو، ذاكروا ورقه وقلم، ولازم انت تتعود البحث وتحل بنفسك مره واثنين وثلاثه لحد ما العمليه بالنسبه لك تبقى ايه تبقى سهله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.